عمرك شفت حد كده النار حواليه من كل مكان؟ طب والنبي بذمتك ودينك واحنا داخلين على استحقاق رئاسي، مين اللي يقنعك بقى في السوق في ظل اللي انت شايفه ده انك تروح تنتخبه؟ انت في واحد مش عايز اتكلم، مش عارف مقدم نفسه ومش عارف طنطاوي ولا عثماني ولا ايه، انت حتى الجاكيت بيلقه وهو ماشي. يا راجل في ايه يا جماعة؟ يا راجل انا راجل صعيدي، يا راجل في ايه يا راجل؟ يا راجل انت اللي ملهوش كبير بيشتري له كبير يا راجل. انت بتتكلم في ايه يا راجل؟ يعني لفت بينا الايام يا جماعة، ويوم ما ربنا يكرمنا وتقول لي حرية وانتخاب ومش عارف ايه، حتى ما فيش حد جايب لي اقول ايه، بس مش عايز اغلط في حد. رام مصر يا جماعة، مصر مصر بعد اللي حصل ده واللي شايفينه وانتوا مش مصدقينه غير لما شفتوا في امس الحاجة لرئيس يعرف ازاي قيمة بلده وشعبه وجيشه ووطنه. مصر في حاجة للي يحميها ويدافع عنها ويحوط عليها. احفظوا والله العظيم كلامي كويس، سيبك من الاوانطة، العيال اللي بتطلع لك على الفيس والعيال اللي بتطلع لك على اليوتيوب واللي دلوقتي بيطلع لك من عربية واللي بيطلع لك من استوديو واللي مش قاعدين يلموا دولارات على قفاك من السوشيال ميديا يسترزقوا بيها، غير اللي بياخدوها على كان يسمموا حياتك ويخلوك تفقد الثقة بينك وبين قياداتك. الوضع قدامك اهو يا باشا، تكلمنجية. شوف انا ليا دلوقتي داخل في ساعة بتكلم معاك عن القضية الفلسطينية وكل جرأة، وكلنا فداء فلسطين.